التليفون بتاعي اتحول لريموت ماجيك. عايز اقفل الشاشة، هدوس على القفل. كده انا قفلت الشاشة. هنتكلم مع بعض النهاردة ان شاء الله في ثلاث حاجات. رقم واحد، ازاي تعرض شاشة الهاتف على التلفاز، وغير كده كمان يكون الموضوع سلس وسريع جدا لو التليفون بتاعك اندرويد او ايفون. الحلقة بتاعت النهاردة رايحة لك. الحاجة رقم اتنين، هنتكلم مع بعض عن تطبيق اسمه التين كيو. من خلال التطبيق هنحول التليفون بتاعنا لريموت ماجيك. الريموت ماجيك سعره ما يعادل 1000 جنيه. الريموت ده انت مش هتحتاجه خالص بعد التطبيق اللي انا هشرحه النهارده. والحاجه رقم 3، هنتكلم عن ميزه البلوتوث. ازاي تعرض كل حاجه موجوده على الهاتف، على الشاشه، او نفترض اللابتوب او سماعات خارجيه، ازاي توصلها بالشاشه في حين كمان الشاشه هتكون مطفيه والصوت يكون خارج منها. فحلقتنا النهارده مهمه جدا، فلو يهمك الفيديو خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم مجدي عبد الغفار. يا رب دايما تكونوا بخير. في البدايه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بطلب من كل الناس لو عندك اي استفسار اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك، ولو ما ردتش عليك تاكد تماما التعليق بتاعك والله العظيم انا بشوفه وبعمل فيديو وبنزله في القناه. فضلك ان انت تشترك في القناه وتفعل الجرس على الكل عشان لو نزلت اي فيديو جديد يجيلك اشعار بالفيديو اللي جاي. هسيب لك في اول تعليق مثبت وكذلك في الديسكربشن كل الفيديوهات اللي انا هجيب سيرتها، وفي نفس الوقت التطبيقات اللي انت لازم تثبتها. ما تنسوش تضمنا باللايك. يلا بينا نخش على الشرح العملي. اول حاجه هنحتاج مع بعض تطبيق اسمه سكرين شير. من خلال التطبيق ده هعرض كل حاجه موجوده على الهاتف على التلفاز. نفترض دلوقتي انا هخرج من كل ده واعمل كل حاجه من البدايه خالص. هنخرج ازاي؟ هدوس على التطبيق، وبعد كده هدوس على الثلاث نقط دول، وبعد كده هدوس على علامه الصح اللي جنب كلمه العرض اللاسلكي هشيلها. كده انا عملت ايه؟ توقف مشاركه شاشه الهاتف على التلفاز. عايزين نعمل المشاركه من اول وجديد، مفيش مشكله خالص. هنيجي نخش على التطبيق، وبعد كده هندوس على كلمه ستارت. هيعمل لي ريفرش لحد ما يدور لي على الموديلات بتاعه الشاشات اللي موجوده عندك في الشقه. افترض مثلا لم يتم العثور على وحدات عرض لاسلكيه، هتدوس على الثلاث نقط دول، وبعد كده تدوس على العرض اللاسلكي عشان يظهر لك الموديلات اللي عندك في الشقه. ظهر لي هنا موديلين، يو ان 7340 بي في سي اللي هي الشاشه دي، وال كي 5730 بي في سي اللي هي الشاشه اللي موجوده عندي جوه. يو ان موديل 2020، ال كي موديل 2018، واليو ام موديل 2019. فنفترض انا عايز الحاجه اللي موجوده عندي هنا تتعرض على الشاشه دي، فانا هختار يو ان 7340، وبيقول لي جاري الاتصال وظهر لي رساله مش حاجه جنبها خالص. هنتظر لحد ما يبقى مكتوب هنا كلمه متصل. بيقول لي جاري الاتصال، هتنتظر لحد يبقى مكتوب ايه؟ متصل. وفعلا بقى متصل. هتستنى حوالي قد من 1 لـ5، 1 2 3 4 5، كل حاجه بقت موجوده عندي هنا معروضه هنا. فبالتالي انت مش محتاج تجيب شاشه اندرويد. الشاشه السمارت هتغنيك عن الشاشه السمارت الاندرويد. يعني ايه؟ تطبيق الاسطوره، او نفترض اي تطبيقات، نفترض مثلا التليجرام. اغلب الناس بتقول لي احنا عايزين نثبت التليجرام والاسطوره على شاشه سمارت. مش هينفع، لازم تكون الشاشه سمارت اندرويد عشان ينفع اثبت عليها تطبيقات زي اللي موجوده على التليفون. تقدر تخش على التليجرام وتتفرج من خلال الطريقه دي، تقدر تثبت تطبيق الاسطوره على التليفون وتتفرج من خلال الطريقه دي، تمام. تقدر تعمل تدوير تلقائي زي ما احنا شايفين، انا مفعل التدوير التلقائي، وبعد كده اشغل اي حاجه. ولو نفترض مثلا هنخش على مدير الملفات، نفترض مثلا، وبعد كده هعمل تدوير تلقائي، الحاجه بقت موجوده عندي بشكل عرضي. حابب تتفرج على مسلسلات، افلام، نفترض انت مدير في الشركه وعايز تعرض الشغل بتاعك، الموضوع سهل جدا وسلس. ودي الحاجه رقم واحد. الحاجه رقم اتنين، طب خلاص احنا هنخرج من البرنامج ده، كل ما عليك فقط بتيجي تقف على البرنامج تضغط عليه، وبعد كده التلات نقط دول تضغط عليهم، وبعد كده تدوس على علامه الصحه دي تشيلها. بس اهم حاجه ان شبكه الواي فاي المتصله بالهاتف هي نفس شبكه الواي فاي المتصله بالشاشه، نفس الشبكه، مفيش اي اختلاف بين الاثنين عشان الحاجه اللي هنا تتعرض هنا. في حاجه ممكن تحصل معاك، لو جارك اللي فوقيك معاه الشبكه بتاعه الوفاء بتاعتك يقدر يعرض الحاجه اللي موجوده على التليفون بتاعه عندك هنا. فعشان كده ينصح ان انت تخلي الشبكه بتاعتك تكون مخفيه، شبكه الراوتر خليها مخفيه عشان خاطر ما حدش يقدر يخش على الراوتر بتاعك وياخد الواي فاي بتاعك اللي هو الباسورد بتاع الواي فاي. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، برنامج اللي هو اسمه الكيو ار. البرنامج ده احنا هنستخدمه في ايه؟ عشان خاطر هننزل تطبيق اسمه التين كيو. هدوس دلوقتي على علامه البيت اللي موجوده في الريموت كنترول، وبعد كده هاجي هنا على لوحه معلومات المنزل.
هاجي قدام شويه كده على لوحه معلومات المنزل، هضغط عليها بيدخلني هنا على المدخلات اللي موجوده في الشاشه اللي هو مثلا الثلاثه الاتش دي ام اي والوصلات بتاعه اليو اس بي ومكبر الصوت لو انت مثلا موصل بالشاشه مسرح منزلي سماعات عايز توصل للسماعات ازاي تشغلها من خلال مخرج الصوت. وعندك هنا مثلا بيجيب لك اجهزه ال جي الرئيسيه لو انت عندك غساله ثلاجه بوتاجاز كل الحاجات اللي هي تبع ال جي تقدر تثبت التطبيق ده على التليفون اللي هو التين كيو وتقدر تتحكم في الشاشه من خلال التليفون بتاعك. وده اللي احنا هنعمله دلوقتي من خلال هندوس على كلمه توصيل جهاز الجوال هنضيف التليفون بتاعنا دلوقتي جوه الشاشه دي وفي نفس الوقت اقدر اتحكم في الشاشه بشكل كلي. وعندك هنا مشابكه الصوت اللي هو من خلال بلوتوز والاير بلاي ده لو انت مثلا التليفون بتاعك نوع ايفون هنتكلم ان شاء الله يبقى في جزء تاني هنجيب تليفون ايفون ونطبق كل حاجه بالتفصيل. ولكن النهارده برضو لو انت تليفونك ايفون هتثبت معايا التطبيق ده اللي هو التين كيو. طب هثبته ازاي؟ هاجي هنا هدوس على علامه الزائد دي هضغط عليها بيظهر لك هنا انت تليفونك اندرويد ولا اي او اس. انا تليفوني اندرويد فهضغط اوكي بيجيب لك هنا علامه المسح الضوئي دي ودي اللي بسببها احنا هنثبت التطبيق التاني اللي هو اسمه الكيو ار اللي هو القارئ. انا بضغط هنا على القارئ وبعد كده هاجي اقف هنا عشان اعمل مسح ضوئي. الهدف من المسح الضوئي ده ايه؟ عشان خاطر يوصلني للابلكيشن اللي هو اسمه ال جي 10 كيو. فانا هنتظر ما يعادل نقول 15 ثانيه 20 ثانيه لحد ما يجيب لي الرابط بتاع التطبيق. وفعلا جاب لي الرابط بتاع التطبيق اللي هو اليو ار ال وهدوس على كلمه البراوز براوز ويب سايت وجاب لي التطبيق. بعد كده هدوس على تثبيت هنتظر حوالي 10 ثواني لحد ما يتثبت على التليفون. وهسيب لك برضو الرابط بتاع التطبيق ده في اول تعليق مثبت هو مساحته حوالي 57 ميجا بايت. بعد ما بينزل التطبيق كل حاجه موجوده عندي على الشاشه هتحكم فيها بشكل كلي من خلال التليفون. تعمل تسجيل صوتي، اغلب الناس بتشتكي ان الاوامر الصوتيه في ريموت ماجيك مش بتبقى صحيحه. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي تقدر تعمل تسجيل صوتي وتغير القنوات وتعمل كل حاجه وترتب القنوات كمان وتخش على كل الابلكيشن من خلال التليفون بتاعك وتفتح وتقفل الشاشه من خلال التليفون بتاعك. طيب التطبيق نزل هدوس على كلمه فتح هدوس على فتح ال جي 10 كيو وبعد كده معك في حياتك اليوميه هدوس على تخطي. بعد كده بيطلب مني اعمل تسجيل دخول افترض مثلا بالفيسبوك او نفترض ممكن تعمل تسجيل دخول باي ايميل انت عامله على التليفون. فنفترض هعمل تسجيل دخول من خلال جوجل هيظهر لك هنا الايميلات ولو نفترض هختار الايميل الاولاني وبعد كده هدوس على موافق وبعد كده ادوس على كلمه تحديد الكل وادوس على موافق. بيطلب مني التاريخ بتاع الميلاد نفترض مثلا تاريخ الميلاد وبعد كده بيطلب مني ادخل اسم ولو نفترض مثلا هدخل الاسم ابو كرمه دخلت الاسم بعد كده ادوس على تم بعد كده ادوس على علامه الزائد وبيطلب مني المنتج اللي عندك في البيت فنفترض المنتج اللي عندي تي في وبعد كده ادوس على الاعدادات هنا بيطلب مني ان انا اشغل الموقع وفعلا هشغل الموقع وبعد كده ارجع من تاني وبعد كده اداني الموديل بتاع الشاشه ال جي ويب او اس تي في يو ان 7340 فعلا هو ده الموديل. وبعد كده بيقول لي ادخل الرقم الظاهر على الشاشه الرقم اللي قدامي ده هضيفه هنا تمام بس لازم يكون الموضوع بشكل سريع فانا هدوس اعاده المحاوله وبعد كده ادخل الرقم بعد كده ادوس على تخطي وانتقل الى الرئيسيه. كده بقى موجود عندي الشاشه بتاعتي اضافت هنا. افترض انت جبت غساله جبت بوتاجاز نفترض جبت ثلاجه نفس النظام بتدوس على علامه الزائد وتختار المنتج اللي انت جبته عشان تضيفه في المكان ده. فنفترض الشاشه ظهرت عندي هنا اهو هدوس بعد كده على الشاشه التليفون بتاعي اتحول لريموت ماجيك. عايز اقفل الشاشه هدوس على القفل كده انا قفلت الشاشه. عايز افتح الشاشه هدوس على فتح بس لما انت بتفتح الشاشه هنا لازم تشغل البلوتوث يعني نفترض لازم اشغل البلوتوث عشان خاطر البرنامج يشتغل معايا. فانا دلوقتي هدوس على فتح وهنتظر مثلا نقول ايه 5 ثواني. زي ما احنا شايفين مع بعض قدرت اقفل الشاشه من خلال التليفون. عايز افتح الشاشه مفيش مشكله خالص هدوس على زرار التشغيل. بيقول لي كود التشغيل هنتظر حوالي 3 ثواني وفعلا الشاشه فتحت معايا. عايز اقفلها مفيش مشكله عادي هنتظر لحد ما كل الايقونات دي تتفعل معايا وتظهر بشكل واضح وبعد كده اقدر اتحكم في الشاشه من خلال التليفون. زي ما احنا شايفين مع بعض منتظر بس لحد ما الايقونات تكون شغاله وفعلا كل حاجه بقت واضحه عندي. لو ضغطت هنا هقفل الشاشه
عايز افتحها مفيش مشكله خالص هفتحها، بس اهم حاجه لازم يكون البلوتوز شغال والواي فاي شغال تمام، عشان خاطر اقدر اتحكم في الشاشه واعمل كل حاجه بالتليفون بتاعي لازم يكون البلوتوز شغال والواي فاي شغال. اقدر بعد كده بقى اعلي في الصوت او اوطي في الصوت، اعمل تنقل بين القنوات، الموضوع سهل جدا وسلس، وده بيغنيك عن الريموت ماجيك. يعني التطبيق اللي هو LG 10 Q بيغنيك عن الريموت ماجيك، بيوفر معاك 1000 جنيه. فممكن انت تشتري افترض شاشه يكون سعرها اقل من كده، دي مثلا سعرها عامل 9300 جنيه دلوقتي، تقدر تشتري اي موديل وتتحكم في الشاشه بتاعتك من خلال التطبيق ده. نفترض مثلا عايز اعلي الصوت، اوطي الصوت، عايز مثلا اعمل تنقل بين القنوات، ونفترض مثلا عايز اعمل تسجيل صوتي مفيش مشكله خالص، بدوس على التسجيل زي ما احنا شايفين دروس مجدي، وهيجيب لي دلوقتي قناتي على اليوتيوب تمام. عايز اتحكم في الشاشه ونفترض مثلا من خلال الماوس، معانا الماوس ونقدر نعمل كل حاجه. عايز اخش على الاعدادات الداخليه اللي موجوده في الشاشه، هدوس على الاعدادات وبعد كده يظهر لك الشريط اللي موجود في الشمال، وتنزل وتطلع زي ما انت عايز، وهختار مثلا جميع الاعدادات، واقدر بعد كده اخش على القنوات واقفل القناه، او نفترض افتح قناه كنت قفلتها بالغلط، اعمل تخطي لاي قناه انا مش محتاجها من خلال الالوان اللي تحت دي، وشرحتها بالتفصيل ازاي تعمل ترتيب للقنوات، تحذف مثلا تردد، تضيف تردد، كل ده موجود في اول تعليم مثبت وكذلك في صندوق الوصف. نفترض مثلا عايز اخش على التطبيقات، عادي خالص من خلال البيت بيجيب لك التطبيقات، وعايز بقى تثبت تطبيق، عايز تحذف تطبيق من خلال LG Content Store زي ما احنا شرحنا برضو المتجر بتاع LG. في ناس بتقول لي عايز اعمل تثبيت لتطبيق الاسطوره، او نفترض تطبيق التليجرام، ده بينفع مع الشاشات اللي هي الاندرويد، لكن دي شاشه سمارت فقط. ممكن بقى تعمل الحركه دي زي ما انا قلت لك من خلال برنامج سكرين شيرنج، بتشغل الشاشه بتاعت الهاتف على التلفاز، وبعد كده تشغل التطبيق اللي انت محتاجه هنا وتعمل تدوير وتتفرج على الحاجه اللي انت عايزها. عايز اخرج من كل ده، كل ده بالتليفون اهو، بدوس على الاكس اللي موجود في اقصى الشمال فوق، وعندك هنا لو انت مثلا عايز تغير ده تخليه مثلا اسهم يمين شمال فوق تحت، او عايز تخليها مثلا نفترض ماوس باد، الموضوع سهل جدا يا استاذ. عايز تكتم الصوت تشغل الصوت، كل حاجه موجوده هنا. والزرار ده اللي هو جنب التسجيل، لو لا عايز تعمل جاري تحديث القائمه، عايز تخش على اي ابلكيشن او اي مثلا مواقع فيها فيديوهات، بيجيب لك هنا الفيديوهات وتقدر تضغط ويظهر لك الحاجه اللي موجوده هنا، يظهرها لك هنا تمام. يعني مثلا جاب لنا هنا عروض تلفزيون، فيلم، يوتيوب، مجرد بس ما اشغل الحاجه اللي هنا هتشتغل معايا هنا تمام. طيب نسيبنا من التطبيق ده ونخش بقى على الحاجه رقم 3. التطبيق هو زي ما انتم شايفين اسمه LG 10 Q. حاجه رقم 3 ميزه البلوتوز، انا عايز اشغل الحاجه اللي موجوده على الهاتف على الشاشه، وفي نفس الوقت الشاشه تكون مطفيه. الموضوع سهل جدا وبسيط، هدوس على البيت وبعد كده هختار هنا علامه البيت اللي هي لوحه معلومات المنزل، بضغط عليها. كنا شرحنا اللي هو توصيل جهاز الجوال، هنخش بقى على مشابكه الصوت اللي هو البلوتوز، فهنزل تحت هنا هدوس على مشابكه الصوت، بيطلب مني هنا اشغل البلوتوز على التليفون. فنفترض دلوقتي انا هخش على البلوتوز، اخش على الاعدادات وبعد كده توصيل الاجهزه، وبعد كده ادوس على البلوتوز، هيظهر لي اسم الجهاز اهو LG ويب او اس تي في يو ان 7340، هضغط هنا وبعد كده بيقول لي متصل، كده الجهاز جاهز للتشغيل. بعد كده هخش على نفترض الميوزك وهشغل اي حاجه عندي على التليفون هتتعرض على الشاشه، وغير كده كمان اقدر اعمل ايقاف للشاشه. هنشوف مع بعض، نفترض هشغل الميوزك دي. طيب الصوت مش شغال، يبقى اعلي الصوت. شايفين كلمة ايقاف الشاشة دي؟ هدوس على كلمة ايقاف الشاشة، كلمة ايقاف الشاشة دي هضغط عليها، والصوت شغال عادي مفيش مشكلة تمام. افترض بقى بتشغل قرآن كريم، حابب تشغل اي حاجة وانت نايم مثلا، افترض انت في الأوضة وعايز تقفل الشاشة وفي نفس الوقت يكون حاجة شغالة،
عادي خالص. ميزه البلوتوث بتغنيك عن كل ده. في ميزه تانية اسمها ايقاف الشاشه، شرحتها في فيديو قبل كده، اللي هو وضع توفير الطاقه، ازاي برضو تقفل الشاشه وفي نفس الوقت يكون الصوت شغال. نشغل مفيش مشكله، هتدوس على اي زرار عشان الشاشه تشتغل. عايز تطلع من البلوتوث هتدوس على الاكس ده كده. انا ايه هفصل البلوتوث، بيقول لك هل تريد الخروج من مشابكه الصوت، هدوس على نعم. تمام، يبقى شرحنا ميزه البلوتوث، شرحنا ازاي التليفون بتاعك تحوله لريموت ماجيك، وغير كده اتكلمنا ازاي تعرف كل حاجه موجوده على الهاتف على التلفاز. هسيب لك كل حاجه في اول تعليم مثبت البرامج اللي احنا شرحناها. عندك اي استفسار اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. ولو لسه جديد معانا في القناه ما تنساش ان انت تشترك وتفعل الجرس على الكل عشان لو نزلت اي فيديو جديد يجيلك اشعار بالفيديو اللي جاي. كان معكم مجدي عبد الغفار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.